فوالا مرحبا بالمشاهدين اللي كيتبعوا حمومو الشهيوات. اليوم غادي نديكم لواحد البلاصه مزيانه كانوا قالوها لي بعض المشاهدين اللي كيتبعوا حمومو الشهيوات، واليوم جبت بغيت نوريلكم هاد المناظر. بعدا شوفوا معنا وري لهم صور لهم الجهه الاخرى. هاد المناظر الجميله اللي كاينه هنايا غادي نعيشوها معكم اليوم هنايا في مدينه بروكسيل. وكتعرفوا حمومو الشهيوات دائما كنبغيو نجيبو لكم الجديد. اليوم غادي نديوكم للبارك، اكبر بارك اللي كيكون هنايا كاينه سيمونيس اللي معروف. وري لهم لاكاردي ميدي راه فين باينه، وهنايا كتجي قريبا لاكاردي ميدي. فوالا قطع معانا اكبر بارك اللي كاين هنايا كاينه هو اللي غادي نزورو اليوم. وباقي فين غادي نمشيو نزورو بعض الباركات بزاف. وهنايا كاينه كيجيو العرب اي واحد كيكون هنا. كما كتلاحظوا العشيه كتكون الدنيا عامره هنايا. ما الحمام كيتبرد هنايا. وهنايا وري لهم ديك الكنيسه راه راها كتبان الكنيسه هاتما فين كيجيو كيتجوجوا. غادي نوريكم عاوتاني الطبيعة اللي كاينة هنايا. أما الصراحة مزيانة هاد البلاصة مبردة. وري لهم هاد الطولة اللي كاينة. شكرا للمصور اللي كيساعدنا. كتعرفوا حمومو الشهيوات دائما كنبغيو نجيبو لكم شي حاجة اللي دائما كنبغي نشاركها مع المشاهدين اللي كيتبعوني. فوالا وريكم هاد البلاصة. المنظر جميل صراحة والله. مع قبيلة كانت سخانة بزاف، دابا الحالة بعدا مبرد شوية. لو ما كنبغيوش نقبطو لكم الناس راه كنحاولو نتجنبو من الناس. كاينه هذيك البلاصه كتبان لهم فين كيلعبو الدراري. مي كيجيو الدراري بالبشكليطات وكلشي اللي كيدار السبور ها اللي جالس كيتبرد. ها هي هاد البلاصة اللي كيلعبو فيها الدراري. وعاوتاني كاين هاد الدراري هنايا بلا فين كيلعبو هاد الجدد. إيوا لا احنا هي الحاجة اللي كاينة كنشركوها معكم. فوالا بقاو معنا ما تمشيوش بعيد، ها حنا غادي نكملوا معكم غادي نوصلوا لواحد البلاصه وغادي نزيدوا نكملوا. فوالا عاوتاني وصلنا هاد البلاصه هادي وهي عاوتاني فين كيلعبوا الريجو. زعما الصراحه غادي نشوف لهم قريب يا ربي.
والشجر شوف شحال عالي في السماء فيها المنظر زعما صراحه رائع رائع ولو كيما كنقول لكم هنايا كاين البارك عامر عامر وكاينين الناس ما كنبغيوش نصوروا الناس كحال كنحاولوا نتجنبوا من عند الناس باش تعرفوا شحال تمشينا ها حنايا قربنا من بليز ما بقالناش بزاف غادي نوصلوا لها وهنايا كاين غادي ندوروا الكاميرا نشوفوا جات لاكاردي ميدي ورينا دوك الاخر شحال بعيده اكبر بارك ما شاء الله زعما صراحه علينا ما نتمشاو وباقي ما ساليناش هذا خصك يعني نهار وانت كتسارق لا بغيتي تركع هذا البارك كامل ما شاء الله وهنا الناس راهم بردين جالسين مع راسهم هذاك الشيء باش حاولنا نمشيو هنا في الوسط باش نقبطوا لكم شويه الطبيعه ونقبطوا لكم حاجه خضوريه فهمتيني المهم كاين ما يدار هنا وكاين ما يتشاف وباش عجبني هذا البارك نقي نقي زعما صراحه والله محتفظين على هذا على هذا البارك بالنقاو دور به كثر وقت الشجره بحال مقطعه اللي الناس راهم جالسين عليها وهنا كيف كتلاحظوا الوليدات كيلعبوا الناس جالسين مع راسهم زعما الصراحه حنا كنقربوا للكنيسه ما بقالناش بزاف غادي نوصلوا للكنيسه نقدروا ما غادي نوصلوهاش اليوم غادي نخليوها تقريبا لا بروشان اخرى زيدوا معنا صراحة ما عندي لا نقول هاد الباب والله ما مناظر زينة صراحة والله العظيم اش غادي نقول لكم ما شاء الله وهنا يا فيكتوريا الطبيعة ما شاء الله
والله هنايا كاينه الكنيسه ها هي راه وصلنا لها ما بقالهاش بزاف. ولا هنايا غادي تنتهي الرحله ديال حمومه الشيوات اللي دار معكم في اكبر بارك اللي كاين هنايا كاينه في سيمونيس. نتمنى تكون الفكره مزيانه وكتعرفوا حمومه الشيوات دائما كيبغي يشارك معكم كل شيء. السلام عليكم، راقبوني فيديو اخر دوزيام فيديو ان شاء الله ديال هذا البارك هذا. السلام عليكم.